إلى ملفاتنا الرئيسية الآن، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتابع بنفسه قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه لا يزال يأمل في نتيجة إيجابية للأمر. وكان مصدران تركيان قالا لرويترز أمس إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول الأسبوع الماضي، فيما وصفوه بأنه استهداف متعمد لمعارض بارز للسعودية. وقال أردوغان للصحفيين إن السلطات تفحص جميع تسجيلات كاميرات المراقبة وتراقب حركة الطائرات القادمة والمسافرة، لكنه أضاف أن تركيا تنتظر نتائج تحقيق يجريه الادعاء. أتابع قضية خاشقجي بنفسي. السلطات أيضا تراقب تسجيلات الكاميرات وحركة الدخول والخروج من المطارات، وستعلن نتائج التحقيقات إلى العالم مهما كانت. بإذن الله لن نواجه موقفا لا نرغب فيه. أعرف الصحفي خاشقجي منذ مدة، ومحزن جدا أن يقع له ما وقع في تركيا. من اسطنبول معنا مراسلنا عدنان جان. عدنان، أهلا بك. ما الذي أضافه تصريح أردوغان للصحفيين إلى التفاصيل الأخرى التي تحيط بلغز اختفاء جمال خاشقجي؟ طبعا من خلال تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبدو أن الحكومة التركية حتى هذه اللحظة لا تريد التصعيد الدبلوماسي مع الرياض، لا سيما أن الرئيس أردوغان قال أنه سوف ينتظر نتائج التحقيقات التي سوف تجريها السلطات التركية فيما يتعلق بحادثة اختفاء الكاتب الصحفي جمال خاشقجي. طبعا الرئيس أردوغان يتابع شخصيا بحسب ما أدلى هذه القضية، وبالتالي نستطيع أن نقول هناك اهتمام عالي المستوى من قبل المسؤولين الأتراك بهذه القضية التي بدأت تتفاعل محليا وشعبيا وإعلاميا وأيضا دوليا. سوف يتم إعلان النتائج النهائية لهذه التحقيقات كما قال أردوغان مهما كانت نتائجها، وبالتالي ربما الفترة المقبلة وبناء على نتائج هذه التحقيقات سوف يتم اتخاذ موقف من الحكومة التركية تجاه الرياض. فقط دعيني أشير إلى هذا الخبر الذي حصلنا عليه من بعض المصادر الخاصة، 26 عربة دبلوماسية خاصة بالقنصلية السعودية التي تقع خلفي تماما، وهذه العربات 26 يتم الآن مراقبة جميع تحركاتها التي قادتها يوم الثلاثاء الماضي، أي يوم مقتل جمال خاشقجي، عن طريق كاميرات المراقبة التي تنتشر في جميع المناطق والشوارع في تركيا. مراجعة كاميرات المراقبة هذه سوف تؤدي إلى الوجهات التي توجهت إليها العربات الدبلوماسية التي خرجت من داخل مبنى القنصلية، ربما في محاولة من قبل السلطات التركية التأكد حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي ومكان دفنه إن صحت تلك الأقاويل. طبعا كان هناك أنباء تتحدث عن قدوم 15 شخصا من المملكة العربية السعودية على متن طائرتين خاصتين يوم الثلاثاء الماضي، أي يوم مقتل جمال خاشقجي. واليوم السلطات التركية أدلت تصريحات لوكالة الأنظار شبه الرسمية تقول أن هؤلاء الأشخاص 15 هم من الشرطة التركية، ربما في دليل جديد من قبل السلطات التركية على أن الذين ارتكبوا هذه الحادثة أو الجرم في حال صحت تلك التسريبات هم أعضاء ينتمون إلى الشرطة السعودية. حتى هذه اللحظة ربما الكل بانتظار ما ستسفى عنه التحقيقات الرسمية التركية وبانتظار التصريحات الرسمية من قبل المسؤولين الأتراك. أمال، شكرا جزيلا لك عدنان جان مراسلنا من اسطنبول. على كل المشاهدين المزيد عن تطورات اختفاء أو اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي متى صح هذا الخبر نتابعه في سياق نشرتنا وتغطيتنا، حيث سيكون موضوع برنامج للخبر بقية على رأس الساعة. نبقى في اسطنبول، حيث يواصل صحفيون من مختلف وسائل الإعلام انتظارهم أمام مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول التي دخلها الصحفي والكاتب السعودي في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية جمال خاشقجي الثلاثاء الماضي ولم يشاهد بعدها.
وتعليقا على خبر وكالة رويترز عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في اسطنبول، قال مدير تحرير صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن هذا الخبر لو صح فإن ذلك يعد عملا فظيعا لا يمكن تصوره. أما عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي كريس ميرفي فحث في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر على إنهاء العلاقات مع السعودية إذا صح خبر قيام السعوديين باستدراج شخص يعيش بالولايات المتحدة إلى قنصليتهم وقتله هناك. للمزيد عن المواقف الأمريكية طبعا حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من واشنطن رافد جبوري. رافد، إلى الآن هل نستطيع القول بأن التصريحات الأمريكية وصلت إلى المستويات العليا في ظل عدم وجود أي تصريحات من البيت الأبيض متحدثين أو متحدثين عنه؟ الواشنطن بوست إحدى الصحف طبعا الأكبر والأكثر انتشارا، وما يصدر عنها يتردد صداه في واشنطن أمريكا وفي كل العالم بالتأكيد. صوت الواشنطن بوست كان واضحا في يعني الحديث عن قضية جمال خاشقجي، سواء في ترك مساحة مقاله فارغة يوم الجمعة الماضي ووضع عنوان الصوت أو صوت مفقود، سواء في البيان الذي أصدرته واشنطن بوست والذي تحدثت فيه عن يعني مهنية ونزاهة جمال خاشقجي كصحفي تعتز به ككاتبا على صفحاتها، سواء في ردود الفعل التي صدرت عن زملائه والتي يعني تستنكر اختفائه من غير تفسير. فلذلك الواشنطن بوست عندما تكون يعني على رأس حملة بهذا المستوى فالكل يسمع. أيضا انضم لمثل من يطالبون بتوضيح قضية جمال خاشقجي الصحفي الأمريكي المعروف توماس فريدمان في تغريدة قبل قليل طالب فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتحدث مع الحكومة السعودية وأن يكشف للعالم مصير جمال خاشقجي. إذن يعني حتى خارج الواشنطن بوست هناك أصداء وتداعيات، فالقضية يعني كبيرة هنا، والواشنطن بوست لا يتوقع يعني حسب ما من تحدثت معه من الصحفيين لن تمضي من غير يعني أن تعرف على الأقل صحيفة واشنطن بوست أو الرأي العام الأمريكي حقيقة موضوع جمال خاشقجي وملابساته. كيف يتم النظر إلى التصريحات الأمريكية الرسمية الآن، خاصة وزارة الخارجية التي قالت بأنه نتابع هذه القضية عن كثب، إضافة إلى ما ذكرته في البداية عن عدم صدور أي تصريحات عن المتحدثين باسم البيت الأبيض؟ كل الاحتمالات مفتوحة. يعني اليوم مثلا لم تصدر إجابة مثلا في حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثار هذا مشاعر بعضا من التفاؤل عندما تحدثت إليهم أن الموضوع ربما لا تكون هناك نهاية مأساوية، لكن هذه الحالة حالة عدم التأكد بحد ذاته هي حالة مؤلمة مقلقة لكل من يعرف طبعا جمال خاشقجي، ولكن أيضا لكل صحفي يهتم بقضايا الحريات بقضايا حقوق الإنسان. طبعا كان هناك بيانات قلق شديد من منظمة مثلا مراسلون بلا حدود ومن غيرها من المنظمات، ولا أظنها ستتوقف من غير الوصول إلى حل لملابسات هذه القضية. أشكرك مراسلنا من واشنطن رافد جبوري. القنصلية السعودية في اسطنبول أصدرت من جهتها بيانا دانت فيه ما وصفته بمزاعم لا أساس لها بشأن مصير الإعلامي جمال خاشقجي، وأعربت عن شكوكها في مصدرها. البيان الذي بث عبر التلفزيون السعودي جاء فيه أيضا أن الرياض أرسلت فريقا يضم محققين للمساعدة في التحقيق بالقضية. نفى مصدر المسؤول في القنصلية العامة للمملكة في اسطنبول التصريحات التي نشرتها وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين أتراك بأن المواطن السعودي جمال خاشقجي قد قتل في القنصلية السعودية في اسطنبول. واستشهد المصدر بشدة هذه الاتهامات العارية من الصحة، وشكك أيضا بأن تكون هذه التصريحات صادرة من مسؤولين أتراك مطلعين أو مخول لهم التصريح عن هذا الموضوع. قال كلمته ومضى.
دأب الرجل على هز نمطية العرش في المملكة منذ أشرع ولي العهد بابا أوسع في سجونه لأمراء من آله ولنخبة الدين والرأي كذلك. لم يكن خاشقجي صحفيا فحسب، بل طالما اقترب الرجل من دائرة الحكم، من عصب جهاز استخبارات المملكة، مستشارا إعلاميا قبل أن يمتشق سيفه، منشقا وصاحب رأي، ومهاجما ولي عهد برسم مليك غير متوج بعد منعه الكتابة قبل نحو عام. لكن حين يتخذ جمال خاشقجي منصة الواشنطن بوست منبرا لآرائه ويهاجم مذ ذاك الحين ولي العهد في منابر شتى، يدرك تماما أنه باسم الكلمة يحرق سفنه عند شواطئ الأطلسي. 5 أيام منذ اختفى فيها الرجل بين ردهات قنصلية فتحت لإعلام على وقع تصريحات تركية تجزم بقتل خاشقجي بوحشية هنا، وحديث آخر عن إعادته مخفورا وسرا إلى بلاده. لا فرق في الحالتين، لكن المؤكد أن اختفاء الرجل تذكير بأن المعتقلات السعودية تزدحم بمئات الأكاديميين والناشطين والدعاة ورجال الأعمال. للكلمة وقع أشد من سيف في راية، برغم سيرها في مسارات شائكة وسط حواجز لن تستطيع منع الوصول للحقيقة ولو بعد حين.